الرئيس الأمريكي جو بايدن استبعد تماما مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي على الأقل في الوقت الراهن قبل انتهاء الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية. وقع هذه الكلمات على الرئيس فولوديمير زيلينسكي، هل علق يا معتصم عليها أو لا؟ نعم محمد، صباح الخير. صباح. بالتأكيد الرئيس الأوكراني علق على هذه الكلمات في مقابلة مع ABC نيوز، وأكد بأن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية على الأقل حتى يوم انتخاب أو اتخاذ القرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. على الأقل زيلينسكي يريد في زيارته الأخيرة للدول الأوروبية يعني إقناع أو جواب من الدول الأوروبية بأن أوكرانيا سيتم اتخاذ القرار في الزمن المقبل أو المستقبل القريب على الأقل، أو على الأقل ضمانات أمنية أو رسالة من أو قرار من جميع رؤساء حلف أو أعضاء حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام أوكرانيا على الأقل، إذا لم يتم بطبيعة الحال اتخاذ القرار بشأن انضمام أوكرانيا. طبعا كيريلو بودانوف المتحدث أو الناطق الرسمي باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سابقا تحدث محمد عن عملية الناتو، أكد بأن مسيرة أو عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو هي مستبعدة على الأقل في القمة المقبلة في فيلينيوس والتي ستبدأ يوم غد، وبالتالي أكد بودانوف بأنها ستكون هذه القمة مخيبة للآمال بشكل كبير للأوكرانيين، ويستبعد طبعا كما ذكرنا اتخاذ قرار بشأن ضم أوكرانيا لحلف الناتو، ولن يتغير شيء من وجهة نظر بودانوف. طيب بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو معتصم. ولن يكون هناك إلا شعارات. يبدو لي أنه هناك تصريح يعني أرغب في التعليق عليه معك أو لاستيضاح الرؤية الأوكرانية صراحة، لأنه فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني طالب الرئيس الأمريكي بمسألة الانضمام الموافقة على الانضمام أو الانضواء تحت حلف شمال الأطلسي، وهذه النقطة لم يتم الاستجابة لها على الأقل حتى الآن، لكنه هدد، هو طالب وهدد. هدد بماذا يا معتصم؟ هو قال أنه في حالة عدم وجود أي أخبار سارة يقولها للشعب الأوكراني فربما لا التزامات باتجاه اجتماعات قمة لتوانيا. ما الذي تعني هذه الجملة يعني أو هذه الكلمات؟ هل وضحها على الأقل للداخل الأوكراني أو لا؟ تفضل يا مدير. نعم محمد، بالتأكيد في تصريحاته الأخيرة مع مقابلاته الأخيرة ذكر وأشار أيضا إلى أنه ربما سيكون متواجد لكن لم يحسم قراره بعد بشأن التواجد في القمة. طبعا التواجد هنا مرتبط بالنسبة لزيلينسكي بأن يكون هناك قرار، لأنه إذا كان يعني أكد بأنه لن يذهب لسبب إلا لسبب ما، يعني سبب أنه اتخاذ قرار مصيري بشأن انضمام أوكرانيا ربما أو ضمانات أمنية على الأقل كما ذكرنا، ولا لن يكون هناك يعني اتخاذ قرار يعني سيذهب ربما بدون أي قرارات سيتم اتخاذها على الأقل بين الدول الغربية. ميخايلو بودلاك أو عفوا أندري يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أكد بأن الاجتماعات محمد كانت مثمرة الأخيرة مع الدول الأوروبية، ولكن لم يوضح ما القرارات التي تم اتخاذها، وربما سيكون مفاجئة بالنسبة لأوكرانيا على هامش هذه القمة. لكن زيلينسكي كما ذكرنا يستبعد، وكيريلو بودانوف أيضا يستبعدون، الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تستبعد أن يكون هناك أي قرارات يتم اتخاذها بشأن أو مصيرية بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وهذا ما لمسناه في تصريحات جو بايدن الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن انضمام أوكرانيا في لحلف شمال الأطلسي، وهو ما يفجر حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. طيب معتصم، هذا شق سياسي. طيب الشق الميداني، في الإفادة اليومية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ربما أشار يا معتصم وأنت أعلم مني بتلك الأمور أنه بدأت العجلة تدور على جبهات المعارك، وأنه لو كان الهجوم الأوكراني المضاد قد تباطأ في الأيام أو الأسابيع القليلة الفائتة ربما الآن هو على المسار الصحيح. السؤال، هل قدم أي دليل؟ لا يزال الدليل محمد بأن الهجوم المضاد بطيء،
وذلك لأسباب عديدة، أولها بأن أوكرانيا لا تتفوق على روسيا لا في العدة ولا في العتاد، وأيضا أوكرانيا يعني دائما ما تريد المزيد من الدعم العسكري وترجع تباطؤ الهجوم هجوم المضاد بأن يعني بأن الدول الغربية لا تدعم بالأسلحة الكافية ولا تدعم بالوقت والزمن المطلوبين لاستمرار عملية الهجوم المضاد أولا. ثانيا هو الألغام، تلغيم روسيا للمزيد أو العديد من الأراضي على الجبهات، هذا يبطئ من عملية تقدم القوات الأوكرانية بشكل عام، وأيضا تفوق المدفعية الروسية محمد، وأيضا الوقت الكافي الذي أخذته عملية الهجوم المضاد كانت كما يعلم الجميع بأنها مزمعة في الربيع الفائت، ونتيجة لتأخر المساعدات العسكرية الأوكرانية بدأت في الصيف، وهذا ربما أعطى روسيا المزيد من الوقت والقوات الروسية لإنشاء خطوط دفاعية قوية والاستعداد بشكل جيد محمد لعملية التصدي لهذا الهجوم المضاد وبالتالي تباطؤ هذا الهجوم. لكن أوكرانيا تؤكد بأنها لم تدفع بالعديد أو كافة القوات المسلحة في هذه الحرب، ولم تدفع بكافة العتاد والدبابات، لم تدخل دبابات تشالنجر 2، هنا نتحدث عن أنها لم تدخل حيز المعركة ولم تدخل أرض المعركة بشكل عام. ولكن هانا مالار كانت في تصريح يوم أمس، آخر تصريحاتها، أكدت بأن الوضع لم يتغير كثيرا في الجبهة الجنوبية والشرقية، ولكن تدور معارك عنيفة تحديدا في مدينتي ميلوتوبل وبرديانسك في إقليم زاباروجيا، هذا في الجبهة الجنوبية، وأكدت بأن القوات الأوكرانية تتقدم في الجهة الجنوبية من مدينة باخموت، ولكن يتم حاليا الوضع لم يتغير في الجبهة الشمالية من مدينة باخموت. بشكل عام المناطق الأكثر ضراوة من حيث المعارك محمد هي ليمان، باخموت، أبديفكا ومارينكا في الجبهة الشرقية، مع احتفاظ القوات الأوكرانية بمواقعها بشكل عام، وتؤكد بأنها تعزز خطوطها الدفاعية في المواقع التي تسيطر عليها وتعمل على إزالة الألغام ومخلفات القنابل والصواريخ في هذه المناطق. طيب يا معتصم، بالحديث عن مسألة الذخائر أو القنابل العنقودية، تعلم أن هناك تعهد أمريكي بإرسالها، لكن هناك معارضة من الجانب الأوروبي على الأقل من إسبانيا وبريطانيا وكذلك ألمانيا يا معتصم. طيب السؤال، هذا الانشقاق في المعسكر الأمريكي الغربي في مسألة تزويد الجانب الأوكراني بالذخائر العنقودية، هل يفسد ربما في المستقبل القريب علاقة كييف مع بعض العواصم الأوروبية؟ هل قدمت كييف أي دلائل على فكرة عدم استخدام هذه الذخائر العنقودية لا على أراضي الغير، يعني خارج الأراضي الأوكرانية، أو حتى على المدنيين يا معتصم أو لا؟ يعني الصمت من كييف سيد المو. نعم محمد. نعم، كييف بشكل عام تؤكد بأنها لن تستخدم أي أسلحة غربية، سواء نتحدث هنا عن الأسلحة بعيدة المدى أو القنابل العنقودية أو F-16، طائرات F-16 التي ستزود أمريكا ستزود بها أوكرانيا في المستقبل القريب. كييف تؤكد على أنها ستستخدم هذه الأسلحة بشكل عام على الأراضي الأوكرانية التي من وجهة نظرها بأنها تحتلها روسيا منذ 24 من فبراير العام الماضي، وأيضا على أراضي شبه جزيرة القرم التي تعتبرها أوكرانيا أراضي أوكرانية بعد 9 سنوات من احتلالها من قبل موسكو.